خالي، سيد متع الباب بدك تستأنسي؟ لك انتو ما قلتوا له انا تعبان كتير وما فيني اقوم؟ قلنا له خالي، بس الزلمة مصر يسوفك هيك قال. لك ليش انا بصحتي؟ شو ضربك لعملك ابني؟ يلا روح قابله انت للزلمة وفوته. امرك خالي امرك. سلامة قلبك يا زازا. من وين سلامتي؟ أنا هيك عم ودع. شو في بتمك؟ وقت كنت صغير كانوا يحطوا لك لهاية؟ شوف حرارتي 39. أنا عم موت. شو بدك وصيني لخبرهم للطرف الثاني؟ رايح لهنيك. أنا رجعت جديد، ما راح اتركك تروح. شو هالغلط اللي عملتها؟ مين بيترك هديك البلاد وبيجي من كل عقله لهون؟ هون دخان وغبرة. جيت لهون لكنس الغبرة واعمل الدخان غيم ونزل المطر. ولك انا مريض وعم موت، بدك تعمل لي مطر؟ انت شو بدك مني؟ ها؟ زازا، نحن رح نشتغل مثل ايام زمان. يا شار مات وانت الوحيد اللي بياخد محله. هدول الامريكان اخذوا لك عقلك، ليش يعطوني شغل المخدرات؟ ها؟ الشوارع كلها رح تكون إلك والدولة إلي. يلي بدي اياه رح يصير. صحابي الامريكان ما فيهم يقولوا لي إلي لا ولا انت. ولك انت بتعرف انا اذا ما باخذ مقدم عربون ما بشتغل. اللي شو العربون اللي بدك يا؟ بدي خلد، ما بدي موت. وانا كمان بدي خلد. في نوعين من الخلود، اذا كان الك دولة والدولة كانت الك، يعني هيك بتصير انت الدولة وبينكتب الخلود إلك. والتاني؟ والتاني مو إلك، إنه يكون عندك ولد وبيأسس دولة وهيك كمان أنت بتخلد. تذكرت في شغلة، شيء من قميص يمكن أو مقص. لك نجدات، شو كان اسمه ابني هاد؟ لكن نسيت اسمه. اسمه التقمص خالي. إيه بدي منه أنا. إيه بس تعصب بتموت، وبس تفرح بترد تعيش. موجود؟ شو يعني بيصير؟ لك الدولة والمولة شغلتهم طويلة. أنت لاقي لي طريق التقمص وبعد شغل المخدرات سهل.